وسط عالم المال الذي ضرب كل مفاصل الحياة ومنها الرياضة، يبحر نادي الدورة في بحر الرياضة العراقية بزورق من العزيمة وشراع من الإصرار. حب الرياضة والسعي لمواصلتها هو الشعار الأبرز لهذا النادي، ففي تجوالنا في مركز شباب الدورة وجدنا أن المكان غير متاح بشكل واضح لمزاولة الرياضة، ولكن بهمة العاملين في المركز ومسؤولي النادي تتواصل النشاطات الرياضية رغم ضعف البحبوحة المادية أو انعدامها إن صح التعبير. الوضع المادي يعني في حالة ارتلها احنا، بس مشاركات تصير على حساب فردي، يعني اللاعبين، أغلب اللاعبين اليوم يطمح أنه يكون لاعب للمستقبل فيضطر يصرف على نفسه. والله يعني زين، يعني اكو مشاركات والحمد لله، وعندنا الواعي منتخب الحمد لله. والله يعني ما كل من على حسابه، يعني مو ذاك، بس عندنا الواعي المنتخب يصرفوا لهم رواتب. الاطفال هنا همهم الوحيد التثقف رياضيا لرفض خزينهم المعرفي بما يملى عليهم من مدربيهم، على امل ان يسير اللاعب هنا بخطين، احدهما دراسي والاخر رياضي. احنا جاي نستعد للاولمبياد 2020 رغم القاعة ضعيفة، وندفع من عندنا، وان شاء الله نريد، احنا نحب الرياضة، ان شاء الله الرياضة تظل مع زملاء الرياضيين. لا اصلا هي الكاراتية ما تأثر على المدرسة. ومن خلال تواجدنا في أروقة مركز شباب الدورة عرفنا أن للنادي مقر في مكان ثان، لكن خلافات حول ملكيته حالت دون استغلاله واستثمار المحال التابعة له، على أمل أن تنتهي هذه المشكلة ويكون الاستثمار خير ممول لديمومة النادي. مقر النادي هو بالأصل المفروض يكون البناية اللي بمفرق الدورة، هاي البناية صار عليها إشكالات بسبب الخلافات، خلافات شخصية يعني، أما هو كبناية مجهزة، بناية تحتوي على ملعب، تحتوي على منشآت رياضية كقاعات كساحات. من بغداد، أحمد التميمي، قناة الفلوجة.